يمكن راح احكي في السالفه غريبه وجديده على الصحافه والاعلام العراقي بالتحليل. ايران لما تسالني وانا مواطن قطري تركي سعودي تقول لي ايران، افتهمها اكو دوله اسمها ايران واكو دوله اسمها قطر واكو دوله اسمها السعوديه. نعم. بس انا من تقول لي كمواطن سوري لو مواطن لبناني لو مواطن عراقي تقول لي ايران، انا تدش اقول لك ايش تقصد يعني شنو ايران؟ ليش؟ لان ايران بالعراق مو مثل ايران بغير مكان. بالعراق بكل غرفه لها شكل ولها وجه ولها ممثل ولها عراب. فالحرس الثوري له خطه، الاطلاعات لهم خطهم، حزب الله اللبناني له خطه، والسماسره لهم خطوطهم، مكتب المرشد له خطه، الحوزات الإيرانية، الاتجاهات، الشركات، المصالح، 100,000 تيار إيراني دا يعمل بالعراق، وكل تيار عنده مصالح مش شابكة، ناس إيدها باليمن وناس إيدها بغزة وناس إيدها بسوريا وناس إيدها بلبنان وناس إيدها ويا البككة. لا تنتبه اليوم أردوغان وقف قدام العالم كلش قال اليوم مجلس الأمن الدولي باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إيش قال؟ قال سمعوا إحنا ما ندعم الإرهاب ولن نسمح بأنه يستخدم العراق كمنطقة تؤوي الإرهابيين وتأثر على أمننا. مو جاي أقول لك 150 مليار يا نجم، 150 مليار إذا عضوا البككة منها مليار بس يسقطون الموصل، وهي الموصل ظالة توقع، صلاح الدين توقع، بس يطبوا لهم عصابة من 150 نفر يبوقون بلد. موضوعنا مع إيران صلاح الدين، فالمليار موجود، فأردوغان خايف. عزيزي إيران بالنسبة إلها أكو بعد جنرال سليماني إلى الآن اضطراب في إدارة الملف في العراق. يعني مثلا نشوف قاني تارة، يعني الجنرال قاني يروح اللبنان يكلف سيد حسن نصر الله يدخل ببعض الأمور، يجي للنجف يشوف مثلا سيد مقتدى يحاول يدخل ببعض الأمور، يروح الهادي العامر والإطار يحاول، يجي يم الكاظم يحاول. واضح أنه قاني مو مثل الجنرال سليماني، كذلك أبو حسن العامري وقيس الخزعلي وأبو آلاء وأبو فدك مو مثل أبو مهدي، ما جاي يدبروها. أكو شيء لازم نفهمه، الناس لازم تعرفه، أكو شيء اسمه التيار الصدري، نفهمه، عنده رأس عده ذيل. أما الإطار فهو أكو يعني عدة غرف وكل غرفة عندها رأي وإطار ومصلحة غير، بس تجمعهم شغلة واحدة ان هم عرفوا ان هم من الماضي، فهم تحالف الخاسرين حتى يصيرون رابحين. هسه هذا مبرر ديمقراطيا، بس مو مبرر لما يتحول الى كتله سلاح تضرب اربيل بالدرون والصواريخ وتضرب قاعده الاسد بعدين. يا اخي انا قد اختلف معك.